صباح الخير واهلا بكم متابعينا في كل مكان. هنتابع مع حضراتكم ابرز الموضوعات المتصدره للمشهد منذ مساء امس وحتى هذه اللحظه. خلونا في الاول نبدا مع حضراتكم بالرياضه وفوز النادي الاهلي بلقب السوبر الافريقي مساء امس. الخبر وتفاصيله وابرز اللقطات من المباراه بتسيطر على كل ومختلف منصات السوشيال ميديا. فرحه كبيره طبعا لجمهور النادي الاهلي اللي اضاف لدولاب بطولاته اللقب القاري رقم 22 بعد ما فاز على نهضة بركان المغربي 2-0 أمس. خليني أقول لحضراتكم إن في إشادات كبيرة بلاعبي النادي الأهلي ولقطات خاصة عاشها الجميع بعد انتهاء المباراة. يمكن كان أبرزها حرص اللاعبين على إعطاء ميداليات التتويج لرئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب كإشارة منهم إنهم بيهدوا له اللقب اللي ما حققهوش في مسيرته الكروية. تعبير منهم كمان على دوره ودعمه الكبير ليهم. طيب من الرياضة بقى خلونا ننتقل للتعليم. من أبرز الموضوعات المسيطرة على المشهد أيضا هو تساؤلات طلاب الثانوية العامة بخصوص مواعيد الامتحانات النهائية لهذا العام. وفي هذا الإطار أكدت وزارة التربية والتعليم أنها هتحدد المواعيد الرسمية والنهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021 خلال أيام. وهتعلن الوزارة جدول الامتحانات متضمنا موعد بدء الامتحانات ونهايتها. خليني أقول لحضراتكم أنه أكدت أيضا وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات سوف تعقد إلكترونيا على التابلت وورقيا لطلاب المنازل والإعادة. كمان الامتحانات النهائية سوف تنعقد في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط ولن تستخدم الشرائح الإلكترونية. بالتالي يجب أن يطمئن أولياء الأمور أنه لا علاقة بأي مشكلة تعترض أبنائهم في مدارس خاصة أو من المنزل أو مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائي، ولا يجب إسقاط هذه التجربة على الامتحانات النهائية. طيب خلونا بقى ننتقل للفن. وبرغم مرور أسبوع على رحيل الفنان الكبير سمير غانم إلا أنه حتى الآن الجمهور المصري بيتابع وبيسأل عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. والحقيقة أنه العديد من المصادر المقربة ليها كشفت أن حالتها الصحية مستقرة وأصبحت في تحسن كبير. أيضا الإعلامي رامي رضوان سبق وكشف أن نتيجة مسحة كورونا الأخيرة للفنانة دلال عبد العزيز سلبية، إلا أنها ما زالت في المستشفى. طبعا بنتمنى لها كل الشفاء العاجل وأنها ترجع تاني بالسلامة لدنيا وإمي كل أحبابها. طيب قبل ما اختم مع حضراتكم بقى خلونا نتكلم عن حاجه من ابرز الترندات والموضوعات وهي يعني سببت قلق كبير للبعض، وهو خاص بمرض بدات تظهر ليه اصابات كتير في الهند. في الوقت اللي بتحارب فيه الهند على كذا جبهه في وجه الامراض كورونا والفطر الابيض والفطر الاسود، ظهرت العديد من الاصابات بداء الرشاشيات وهي اصابه فطريه جديده. وفقا لتقرير بتظهر الإصابة بداء الرشاشيات لدى الأشخاص الذين تعافوا مؤخرا من فيروس كورونا. وأبلغت بعض الولايات الهندية عن 262 حالة جديدة من الفطريات السوداء وثماني حالات جديدة من داء الرشاشيات. تم إدخال طبعا جميع المرضى الثمانية إلى المستشفى. طيب بالنسبة بقى لطريقة الوقاية من الإصابة بداء الرشاشيات، يعني يكاد يكون من المستحيل تجنب التعرض للرشاشيات، لكن إذا كنت قد أجريت عملية زرع أو تخضع للعلاج الكيميائي فحاول الابتعاد عن الأماكن اللي من المحتمل أن تصادف فيها العفن، مثل مواقع البناء وأكوام السماد والمباني اللي بتخزن الحبوب. أما إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف فقد ينصحك طبيبك بارتداء قناع الوجه لتجنب التعرض للرشاشيات. كده انتهت تغطيتنا مع حضراتكم، ودي كانت يعني ابرز الموضوعات المتصدره للمشهد منذ امس وحتى هذه اللحظه، وكانت قراءه سريعه مع حضراتكم. شكرا لحضراتكم على المتابعه، وانتظرونا في تغطيات جديده ومتنوعه من تلفزيون اليوم السابع. الى اللقاء.